شيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول لما ينقلب على عقبيه وان كانت كبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم وضع تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبله ارضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن التفت أهواءهم لبعد ما جاءك بالعلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربي فلا تكونن من المبتلين ولكل مشهد هو موليها مسابق الخيرات أينما تكونوا يعذبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج فولي وشك زاد المسجد الحرام وإنه لحق من ربي وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرج فولي وشك زاد المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تشهروا واخشوا لي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من أخف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه إذا الذين يكتمون ما أرسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري من بعد بما ينفع الناس وما صلى الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث
فيها من كل تاب بدر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء إبارة لآيات لقوم يحفظون ومن الناس ما يتخذ من دون الله أمثالا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ ترى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا ما ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما ¡Gracias!
من أيام أخر، وعلى الأثير يطيقونه بجد طعام مساكين. فما تطوع فلا فهو خير له، وهذا صرب خير نقضى يكون تعلمون. شهر رمضان الذي قتل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقى. فمن شهد منهم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصدون. وحين لكم ليلة الصيام رفعت الى نسائكم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فلا تباشروهن وارتقوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخبيث الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بإثم تعلمون. تسألونك عن إله الله، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن تعفوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن تعفوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشر حرام بالشر حرام، حرمات القصاص. فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التلبس واحسنوا، ان الله يحب المحسنين. واتقوا الحج والعمره لله، لا ينصد ما استجار من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اهلا من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك، فاذا امنتم من لم تعد عمره الى الحج فما استجار من الهدي، فكان يجب صيام ثلاثه ايام من الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. الحج اشهر معلومات، فما فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا شتان في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وتقول يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تتقوا فضل من ربكم، فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. أيها قضيتم مناسككم فاذكروا الله الذي في القلوب، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
عذاب النار.